بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 57. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، جعل في أموال الأغنياء حقا للسائل والمحروم، ووعد من أدى هذا الحق بالثواب الجزيل، وتوعد من منعه بالعذاب الوبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذين تمسكوا بسنته واهتدوا بهديه إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمع الكريم، نواصل معك الحديث عن أحكام الزكاة، ونتناول في هذه الحلقة الحديث عن زكاة النقدين. فاعلم وفقنا الله وإياك أن المراد بزكاة النقدين زكاة الذهب والفضة وما اشتق منهما من نقود وحلي وسبائك وغير ذلك. والدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ففي الآية الكريمة الوعيد الشديد بالعذاب الأليم لمن لم يخرج زكاة الذهب والفضة. وفي الصحيحين: ما من ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. الحديث: واتفق الأئمة على أن المراد بالكنز المذكور في القرآن والحديث كل ما وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته، وأن ما أخرجت منه الزكاة فليس بكنز. والكنز كل شيء مجموع بعضه إلى بعض، سواء كنزه في بطن الأرض أم على ظهرها. فتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي، يجب فيهما ربع العشر، سواء كانا مضروبين أو غير مضروبين، لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه. وفي حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: في الرقة ربع العشر، متفق عليه. والرقة بكسر الراء وتخفيف القاف هي الفضة الخالصة مضروبة كانت أو غير مضروبة. والمثقال في الأصل مقدار من الوزن، قال الفقهاء: وزنه 72 حبة شعير من الشعير الممتلئ معتدل المقدار. ونصاب الذهب بالجنيه الإنكليزي والجنيه السعودي 11 جنيها و3 أسباع جنيه. ونصاب الفضة بالريال السعودي الفضي 56 ريالا أو ما يعادلها من الورق النقدي المستعمل في هذا الزمان. ويخرج من الذهب والفضة إذا بلغ كل منهما النصاب المحدد ربع العشر. ويباح للذكر أن يتخذ خاتما من الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه. ويحرم عليه اتخاذ الخاتم من الذهب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن التحلي بالذهب، وشدد النكير على من فعله، وقال صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار جهنم فيجعلها في يده. ويباح للذكر أيضا من الذهب ما دعت إليه حاجة كأنف ورباط أسنان، لأن عرفجة ابن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، رواه أبو داود والحاكم وصححه. ويباح للنساء من الذهب والفضة التحلي بما جرت عادتهن بلبسه، لأن الشارع أباح لهن التحلي مطلقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. فدل على إباحة التحلي بالذهب والفضة للنساء، وأجمع العلماء على ذلك. ولا زكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا كان معداً للاستعمال أو للإعارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في الحلي زكاة،
رواه الطبراني عن جابر بسند ضعيف لكن يعضده ما جرى العمل عليه، وقال به جماعة من الصحابة منهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها. قال أحمد: فيه عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه عدل به عن النماء إلى فعل مباح أشبه ثياب البذلة وعبيد الخدمة ودور السكناء فلا تجب فيه الزكاة، وإن أعد الحلي للكراء أو أعد لأجل النفقة أي اتخذ رصيدا للحاجة أو أعد للقنية أو للادخار أو لم يقصد به شيئا مما سبق فهو باق على أصله تجب فيه الزكاة، لأن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة، وإنما سقط وجوبها في الحلي المعد للاستعمال أو العارية، فيبقى وجوبها فيما عداه على الأصل إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى مال آخر، فإن كان دون النصاب ولم يمكن ضمه إلى مال آخر فلا زكاة فيه إلا إذا كان معدا للتجارة فإنها تجب الزكاة في قيمته. ويحرم أن يموه سقف أو حائط بذهب أو فضة أو يموه شيء من السيارة أو مفاتيحها بذهب، كل ذلك حرام على المسلم. ويحرم تمويه قلم أو دوات بذهب أو فضة لأن ذلك سرف وخيلاء. ويحرم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة أو تمويه الأواني بشيء من الذهب والفضة. قال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، كما أنه يشتد الوعيد على من لبس خاتم الذهب من الرجال. ولكن مع الأسف الشديد نرى بعض المسلمين يلبسون خواتيم الذهب في أيديهم غير مبالين بالوعيد، فالواجب على هؤلاء التوبة إلى الله من التحلي بالذهب والاكتفاء بما أباح الله من خاتم الفضة، ففي الحلال غنية عن الحرام، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. نسأل الله للجميع البصيرة في دينه والعمل بشرعه والإخلاص لوجهه، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.